السلام عليكم ورحمة الله. أنا قتيبة جراد، مقيم في تركيا. والله تعرفت على علاجك الطبية من خلال صورة شفتها على الإنستغرام. صورة كانت لأخ عامل عملية تكميم، يعني هو كان سمين وصار ضعيف. والله التواصل مع علاجك الطبية يعني كان ممتاز، فصرنا نتناقش ويطرح علي أنواع العمليات، أنه هي مثلا الأنسب، كل المعلومات اللي عنده لكل العمليات بعد الفحوصات وبعد الهاي وبعد كمان مشاورة طاقم علاجك، انه التكميم يعني ما لها اي مضاعفات او ما لها اي سلبيات، فألم طبيعي جدا ومحمول، يعني ما في اي، يعني انا توقعت اكثر من هيك حتى بصراحة، يعني الحمد لله ابدا ما تألمت، في مصداقية كانت، يعني شفتها من بعد ما عملت العملية، يعني كان في متابعة، كان في سؤال، كان في يعني كل شيء من عالم مختصة. بالنسبة للنتائج، نتائج العملية الحمد لله كانت يعني بفضل الله عز وجل يعني أكثر ما أنا أطمح، يعني والله كل شيء بيختلف، يعني الحركة، المشي، حتى النوم، يعني كل شيء بيختلف، والحمد لله النتائج كانت مرضية وإيجابية وممتازة، ولسه أنا في مرحلة النزول، يعني لسه ما ثبت وزني، لسه عم ينزل. وأنا عن جد أنصح أي حدا يعني مقبل على عملية تكميم أو سمنة أو أي عملية من العمليات هاي يتجه نحو علاجك، يعني في مصداقية، في متابعة، في خبرة، يعني كل هاي الأمور موجودة بفضل الله عز وجل. للخدمات الطبية في تركيا نحن علاجك.